انا ناطر بلينك، ماكو بلينك. اهلا وسهلا بعد غياب طويل، اسبوعين صح؟ اسبوعين حلقتين، اسبوعين مو شوية. اليوم بعد ما بغيت اجي اليوم، بس جيت الحمد لله. تكرمت يعني، اكرمتنا يعني بوجودك. بوجودي نعم نعم. ها يا قبا، شلون جودزيلا؟ اليوم سوي ريفيو جودزيلا بالحلقة ان شاء الله. نعم والله. شوف انا انت هيتر، انت لا مو هيتر، لا مو هيتر. الفيلم حلو، فيلم بط، حلم حلو، حلو بط، حلو بط، حلم حلو، حلم حلو. يا والله حلو. جودزيلا كان بط. انت هيتر، ايه الهيتر. هذا شو هذا سالفه؟ حلو ولا مو حلو؟ لا حلو الفيلم، الفيلم حلو بس حلو الفيلم. تدري شو ناقصه؟ طالع الكاميرا مطالعه. انت اللي قاعد تكلمني. ناقصه شيء واحد بس. شوف انت ناقصه شيء واحد بس. خل حق الحلقه راح اقول لك انا ان هذا مو عيب. شوف صدتك، شوف 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 صدتك. اتي من منظور واحد شاف افلام جودزيلا كلها القدم. انا شفت افلام جودزيلا قدم. اوكي اوكي. لا انت حبيته زياده عن اللزوم. اوف حده بطل هل. هو حلو. لا صدق يعني اللي انا اعتقد الحلو فيه انه حتى اللي ما يحب افلام وحوش راح يلقى له شيء. مو بس كذي، حياتك بطل راح يلقى شيء. الحلو فيه انه حتى اللي شاف افلام جودزيلا كلها الوحش اللي لقى عباري جديد. اي وحش جديد كان، فكان كل شيء جديد فكان حلو. يعني مو شيء مستخدمين شغلات قديمه ويلا نفس الشيء. بس كان ودي اشوف وحوش قديمه. انا اللي ما شفت التريلرز، ما ادري اذا بالتريلرز حطوا اشكال وحوش. لا ما ادري، بس كنت اتمنى ان اشوف بعض الوحوش القديمه اللي انا احبها، لان في اعداء طلعوا حق جودزيلا. الموتوز هذول يدد عجيبين. اي بس بشكل عام الفيلم زين، ما بالعكس استمتعت فيه يعني انترتيننج. نعم. اخر لحظاته كانت وايد وايد حلوه يعني. تقريبا سامحت اي ماكس. طيب روح شوفوا 3D اي ماكس سينسكيب. لازم 15 لازم ينشاف 3D. غير واحده بالكويت فيها اي ماكس. ايه لازم صدق ينشاف 3D. نعم. ايش لعبته؟ ايش لعبته؟ مش ما لعب شيء طبعا. ما صارت الفرصه اني العب شيء كلش طبعا. بس ترايلز على التليفون. ها بس ترايلز تايد اوف فلايت كملت، خلصت بروكن سورد. يعني ماكو شيء جديد، عرفت شلون؟ كله تكمله. حسين خلص كنا تايد اوف فلايت. نعم مداي خلص. انا ما قدرت اكمل. انا كان عندي بعض التجارب مع الريموت بلاي عن طريق الانترنت، فراح اتكلم عنه. شفت تويتاتك؟ اي وايد. حتى صارت بالانستغرام اكاونت مالي، حطيت كم صوره حق التجارب. يا قلبت. هذا شو قاعد العب انا؟ شو قاعد تلعب؟ ايش قاعد العب؟ دوت. دوت شيء جديد. لا لا انا 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 لاعب دارك سورس 2 بس بمنظور شوي مختلف عنكم، او بطريقه شوي مختلفه عنكم، فراح اعطيكم انطباعاتي او يعني تجربتي. ما راح ازيد انطباعات لان انتم ما قصرتوا من قبل، بس بعطيكم تجربتي وش كثر غيرت نظرتي حق دارك سولز. لان ما اعتقد انتم قاعد تلعبونها نفسي. ما حد يلعب نفسك انت. تشيتر. مو تشيتر. لا تشيتر هيتر. مو تشيتر ولا هيتر. شكو هيتر. تشيتر هيتر. انزين ولعبت بلانتس فيرسس زومبي جاردن وورفير. يا الكاجوال. راح اقول لكم ليش لعبتها. تب لك. شلون قررت اني اشتريها. يعني بيشو يلعب لعبة ايفون وانت تلعب بلانس فيرسس زومبيز. الحلو بالموضوع ان انا ما راح اتحكى بروحي. بيشو شاف اللعبة قبل ما رجعنا. لا تضغط على بلانس فيرسس زومبيز. انا اللعبة الاوريجينال لعبتها وخلصتها. انت يا صاحب الايفون يا الكاجوال. كاجوال. نعم. مو عيب اذا اللعبة حلوة يعني. بس والله حمد من الحين بقول لك الشوتر مالت اي اي انصدمت منها وايد. جاردن وورفير. جاردن وورفير وايد انصدمت منها. فراح اتكلم عنها. هي فري تو بلاي صح؟ لا. صدق؟ ريتيل جيم. نازل ديجيتال ب 40 دينار. انا خذيته بعرض كانوا منزلين 40 دينار 40 دولار عفوا. كان في عرض حمد كان قبل اي حد. كان في عرض مسوين كلها شيرت قط لي بازيلا ما شاء الله. لا لا في كانوا مسوين عرض هالاسبوع. بازيلا بقول بازيلا بازيلا ما يخالف بازيلا كل واحد. انزين ففي عرض مسوينه هالاسبوع كان انه منزلين سعرها ل 30 دولار. فقلت اخذها. وفي باك ستوري ليش خذيتها. راح اتكلم عنها بالبودكاست. ينطح دولار. ايه راح اتكلم عنها ان شاء الله بالبودكاست. ف شفت النوط الجديد؟ اي نوط؟ ايه النوط النوط الكويتي. نعم والله انا بعرف بس الماتيريال ماله. شوف شوف التست. عصفور مو كاميرا. سيو سيو سيو. زين انا بس بعرف شو اسمه. بعرف شغله. شنو؟ النوط الجديد. ها؟ النوط الجديد هل الماتيريال ملمسه؟ قالوا اذا بيكون بلاستيك نفس الدولار الاسترالي ولا لا؟ قالوا بلاستيكي. قالوا ها؟ ايه. لان مال الدولار الاسترالي يكون مثل نايلون صاير. نفس اليورو.
اليورو كذي بعد اتوقع اليورو لان حد اوكي يعني ما يتشقق بسرعه ما راح تلقى دينار ما تلقى مكتوب عليه ذكرى والسوالف هذه اي لزق فيعني الماتيريال افضل حتى حق حتى لو بتحطه يعني مثلا بالبوك بس كاتبين الارقام بالعربي اوكي لا في بالانجليزي بالهندي في بالانجليزي صوب الثاني انجليزي انا شفته كله بالهندي ما شفته لا كان في السادس ثاني انجليزي حاطينهم الالوان غريبه اختار الالوان غريبه راح يبي لها وقت على ما تتعود عليها قبل يبين لما تشوف ورقه زرقاء دينار بس حمراء كثر الناس تحطمه اليوم تويتر كله تحطم دائما التغيير يجيب التحطم بس يعني لا بعدين غير النكوتين يعني ما شاء الله على طول انت هيتر لا انا مو هيتر هيتر ما علقت انا بالعكس انا عندي اهم شيء الماتيريال هيتر هيتر اهم شيء انا عندي الماتيريال اول سؤال سالته اصلا هل الماتيريال نفس اللي يكون بلاستيك يتحمل ولا بسرعه ينشق نفس العمله الحاليه انا هذا عشان كذي وبعد شيء ثاني سالته يعني ما جاوب عليه اللي هو متى راح يبلشون يسمونه 29/7 يعني على رمضان كنا بعيد لا قال اول يوم رمضان اول يوم رمضان 29/7 مو اول يوم 29/6 فاول يوم حق العيد يعني الظاهر على العيد بيصفون العمله القديمه خلاص الظاهر اي ف ايش كثر تظل العمله القديمه هالسؤال ما ادري هم كانوا عموما يسوون ريكول تقدر توديها البوينغ ويبدلون لك اياها بالجديده بس ايش كثر تظل العمله القديمه لها قيمه ما ادري سؤال بنكي ما عندنا احد بالبنك علوي علوي موني بس المفروض ان حتى توديها البنك على طول يبدلونها لك يعني ما في مشاكل شلون يبدلونها لك اي شيء يعني انت تعطي وهم يعطون يا هي طاب هي طاب بس اقصلك دينار انت اليوم جيب دينار لا تلومني انا واحد مو نايم من امس شوفوا لزقت لابتوب من اليابان تبين ولا ما تبين ما ادري كيفكم طالع وعاد يس سكسي داينامايت هذه معاك بيشو انا خذيتها بس ما اذكر وين اصلا فوت شنو انت خذيت مع ستيكر سكسي داينامايت نعم زين لا تدخلني معاك بالموضوع انا ادخل معاك بالموضوع هذا هيتر شو رايك مسجل يلا سجل يا سلام سلام حره وخش صوره